اليوم كاينه مجموعه من النقاط في الدوره الاستثنائيه ديال مجلس مدينه الدار البيضاء وهي دوره يوليوس. مجموعه من النقاط من اهمها هي المخصص ديال نفقات المقاطعات داخل مدينه الدار البيضاء. الحمد لله هناك واحد رفع من هذا المخصص الذي لا واخا هذا الرفع ما يستوجب مجموعه من الحاجيات التي تصرفها المقاطعات. اخذ بعين الاعتبار عدد السكان لان بعض المقاطعات فيها اكثر من نصف مليون كالحي الحسني سيدي مومن الى اخره، ولكن يجب اخذ بعين الاعتبار مجموعه من نقط اخرى كالمقاطعات التي تعرف الهشاشه، كالمقاطعات اللي عندها واحد القوه جبائيه تلحق واحد القوه جبائيه، وبالتالي خصنا نديروا اعاده تهيئه يعني الاحياء الصناعيه اللي كاينه فيها تما باش انها تدخل لنا واحد المدخول. دونك طلبنا من السيده العمده اليوم انها تدارك هاد المساله من خلال كاين واحد البرنامج ديال الاستثمار تديروا المقاطعه من غير برنامج العمل ديال المقاطعه. بغينا ان هاد المقاطعات اللي باقي الرؤساء ديالهم تطالبوا ان يكون عندهم حصه اكبر انها يمكن التدارك ديالهم من خلال هاد الاستثمارات، ووعدتنا ان السيده العمده انها تستجيب لهاد المطالب. هناك مجموعه من نقاط اخرى هو ديال 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 الطرقات ديال فتح الطرقات على مستوى مقاطعه الحي الحسني، وما كرهناش كان يلا عندنا في الدوره السابقه البرنوسي طلبنا من السيده الرئيسه كذلك على انه يكون واحد المخطط شمولي ديال مدينه الدار البيضاء ديال 12 مقاطعه الى اخره. بالنسبه للاسواق كذلك الاسواق كانت اخر نقطه تحدثنا عليها هي الاسواق، وكان السوق اليوم ديال البرنوسي، ولكن كاينين اسواق اخرى تنتمنوا ان في القريب العاجل انها هي تكون في البرنامج كسوق المارشي الخضر 40 سبع ومجموعه القيصريه الحي محمدي. ما كاينش اللي ما تقداش من القيصريه ديال الحي محمد. الجديد في توزيع وتحديد المخصصات الماليه لمقاطعه 16 جامعه الدار البيضاء للسنه المواليه القادمه 2023 انه كانت واحد الزياده ديال واحد 53 مليون درهم، وعرف الغلاف المالي المخصص توزيعا عادلا ان شئنا، لان كانت مقاطعات ممتده، مقاطعات تعرف الكثافه السكانيه كتمنح مبالغ ماليه اقل، وبالتالي أخذ بعين الاعتبار تحيين المعطيات السكانية ولا المجالية ديال المقاطعات، وكان توزيع اللي هو في نظرنا توزيع رام العدالة المجالية. سيدي مو مثلا هي وعين الشق الحي الحسني نظرا للامتداد والشاسعة مشوف حتى 3 المليار سنتيم تقريبا، الباقي المقاطعات الاخرى تزادهم في المنح ديالهم على 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 ان المنح ما قلتش على 2 المليار السنتيم في المقاطعات التي اقل سكانا واقل مساحه واقل تجهيزات. اعتمدتوا في توزيع المنحه على عدد السكان وعلى الحاجيات تاع المقاطعات؟ يعني تقدر تكون مثلا مقاطعه في عدد السكان اقل ولكن الحاجيات ديالها تكون اكثر. هو الطبيعي لما يكون عدد السكان اكبر تكون الحاجيات اكبر، هذا منطق ما يمكنش نخالفوه، لان مناطق مقاطعه الضحاويه بحال سيدي مومن الحي الحسني بدرجه اكبر وعند الشق من وراهم هي محتاجه اكثر من اي مقاطعه اخرى، خاصه المقاطعات اللي الساحليه اللي في المركز راه عرفت واحد تطور واحد تحسن واحد نماء افضل من غيرها، وبالتالي المعايير اللي هي كاينه قانونيا راه تم الاخذ بعين الاعتبار عدد السكان المرافق والتجهيزات الموجوده والمتوفره في كل مقاطعه تم اخذ بعين الاعتبار بهذه العناصر، وكان هذا التوزيع اللي كان فيه نقاش كبير ومستفيد لا في ندوه الرؤساء ديال المقاطعات ولا في المكتب المسير، وجات اللجنه الماليه والبرمجه والميزانيه ايضا كان نقاش مستفيد وكبير وعميق، ويبدو انه كان في اللجنه نوع من الاجماع على التصويت على هذه النقطه بالذات، لانه احنا في حاجه الى ميزانيه بين قوسين اللي تستجيب لحاجيات وتلبي مطالب الساكنه في كل المقاطعات، مع العلم انه راه كاين ايضا تموينات اخرى اللي غادي ديرها جامعه الدار البيضاء من خلال البرنامج الاستثماري ومن خلال برنامج التنميه ديال جامعه الدار البيضاء.